All of the workers are they live here in the neighborhood. They lived the conflict. كل العمال يقيمون هنا في الحي وعايشوا النزاع، حتى أن بعضهم أصيب ويروي لنا قصصا عن النزاع. الناس هنا يبحثون عن السلام، يريدون ملء ثلاجاتهم بالطعام ودفع فواتيرهم، يريدون حياة طبيعية. They want to fill their fridge, they want to pay their bills, and they want to live a regular life. وقت المعارك كان كتير سيء. قبل المعارك كان وضع غير، دنيا تانية يعني. إن فيك تقولي بوقت المعارك حل الظلام على المنطقة. خفت العالم، بطلت تيجي، صارت تفزع من المعارك، تفزع ما يصير شيء حدث، بطلت تيجي لهون على المنطقة.